Merci beaucoup d'être avec nous et félicitations.
كنتواجد الان بمدينه ساحره اللي هي مدينه اكادير. المدينه هذه اللي كتحتضن هذا المهرجان هذا اللي ولا مهرجان عنده اشاعه تقريبا هو مهرجان عالمي الان، لانه كيستقطب عده افلام عالميه من جميع الدول. وبحكم انني مهاجر هذه مده ديال 30 سنه، فكنعتبر نفسي انني شخص من هاد الشخوص اللي كتدوس في الافلام هادو، لان كنكون قريب من المهاجر من المشاكل اللي عنده، من يعني الهجره بكل اشكالها بمشاكلها بايجابياتها. فبالنسبه لي الان ماشي غير كنمثل في السينما او في المسرح او في التلفزيون، فالان امثل مغاربة العالم في هذا المهرجان. هاد المغاربة اللي خصهم دعم كثير، خصوصا المبدع المغربي خارج الحدود. ربما غتقول لي واش المبدع الداخلي عنده حقوق؟ هذا هو اذا يجب استقطاب هاد المهاجرين هادو، خصوصا المبدعين. ومن هاد الناحية كونت واحد الاتحاد بإيطاليا، هو اتحاد المبدعين المغاربة بإيطاليا، اللي احتضنت فيه عدة مبدعين مغاربة اللي هاجروا تماك، منهم ممثلين، منهم فنانين، منهم فنانين تشكيليين وحتى رياضيين، لأن الرياضة هي تدخل في إطار ما هو فني إبداعي أيضا، كانت فردية أو جماعية. فبكل صراحة احنا كمبدعين خارج الحدود عندنا أحلام كثيرة، وربما حتى الداخلين، يعني أنا أعتبر نفسي بين الضفتين الخارج والداخل، عندنا أحلام كثيرة. غير هذه الاحلام بالمقابل كنلقاو حقوق لدى الفنانين خارج الوطن، يعني ما كنقصدش المغاربه، الفنانين اخرين من عدة دول. اذا نتمنى ان تترجم هذه الاحلام الى حقوق. اليوم اكرم بهذه في هذه الدوره، دوره 13 مهرجان السينما والهجره. تكريم هو تكليف هو تشريف في نفس الوقت. نتمنى انني نشق مساري الى الامام، باقي ما درت والو لحد الساعه، باقي كنقلب على الداد ديالي داخل الوسط الفني المغربي. اتمنى الخير ان شاء الله، واتمنى الخير لجميع المبدعين المغاربه المتواجدين هنا. شكرا لكم. احساس ديالي كجميع الممثلين وجميع الفنانه ملي كيدار لهم التكريم، والاحساس ديالي بالصراحه زعما فرحت بزاف بهذا التكريم هذا اللي دار لي، خصوصا في المدينه ديالي اكادير. وكنشكر فيها هاد المنظمين هاد المهرجان على راسهم السي عزيز، وكذلك انني فرحت بزاف ملي غادي نتكرم على شي وجوه ديال السينما الكبار تبارك الله في ميدان السينما، لا سواء في المغرب ولا يعني خارج المغرب، وهذا اللي هي الشرف ملي غادي نتكرم معاهم. واش غنقول لك، انا فرحانه بزاف بهذا المهرجان وفرحانه بزاف بهذا التكريم، وشكرا شكرا للجميع. كنشكر إدارة المهرجان على الاستضافة اللي الحمد لله ديما تيستضفنا الناس ديال المهرجان، وتنشكرهم بزاف لأنه هو تيعتنيو بالفنانة المغاربة وتيعتنيو بالسينما المغربية. وهاد الدورة اللي عجبتني فيها ماشي المشاركين ديال الأفلام ديال الهجرة، هناك أفلام سينما القرب، وهناك بزاف ديال الأفلام اللي غادي نشوفو من غير سينما الهجرة، وهذا هو اللي جميل باش الجمهور يمكن يشوف الافلام كلهم وما نحرموه من والو، لانه دابا هاد المهرجانات هما اللي تيجيبوا الناس، هما اللي تيجيبوا الافلام باش نحاولوا نشوفوهم. وان شاء الله الجديد ديالنا هو بون ويكاند مع السي فؤاد شله. ها هو السي فؤاد شله هو المنتج ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. ها انا تنهضر عليك، المنتج ديالنا شله، راه المنتج ديال الفيلم الجديد اللي هو بون ويكاند. مساء الخير، معكم الفنانة خديجة سكارين. كما جرت العادة وفي كل وقت من هذه السنة كنحتفلوا وكنفرحوا بزاف، يعني خصكم تعرفوا باللي هذا المهرجان اللي هو المهرجان ديال السينما والهجرة من أهم المهرجانات اللي كتقام وكتكون في هذه المنطقة ديالنا، والحمد لله عام على عام كتزيد كتطور، وانتم كتشوفوا تبارك الله الناس المعروضين من أهم الناس، وهو كل عام كيزيد كيجيب لنا أفلام جديدة وكيزيد كيكرم ناس جداد. وحنا طبعا كفنان أنا ديال هذه المنطقة كنفتخروا بهذا المهرجان، وكنشكروا بزاف الناس الساهرين على هذا العمل اللي كيكون جبار، وكنتمناو علاش لا يكون إن شاء الله بالمستوى ديال المهرجان ديال مراكش. شكرا. أولا بعدا كنعرفوا بأن هذا المهرجان هذا غادي في واحد التسلسل يعني شيء جميل جدا. الدور ديال 13 ناجح بواحد الشكل كبير، ودورنا حنا ككوميديين ديال هذه البلاد السعيدة، لا بدا واخا ماشي التخصص ديالي أنني ندير السينما، أنا حلمي ندير السينما،
ولكن ضروري نجيو نشجعوا هاد الشباب اللي عطاو الشيء الكثير اللي ان شاء الله غتكون الكلمه ديالهم، لان كنعرفوا ان الكلمه ديال الشباب هي اللي جايه مستقبل ان شاء الله، وبالاخص مجال ديال واحد الفن اللي هو الفن ديال السينما. دوك شيء جميل، حنا جينا ندعموا هاد الشباب هادو وتنحييهم، وكنقول ان كاين الحضور ما هو الا كيعبر على نجاح ديال هاد الدوره هذه. اول حاجه وانا جيت سعيده بالحضور ديالي في وسط هاد الفنانه الكبار ما شاء الله، على ما كنشوف البدايه ان دوره ناجحه واخا في اليوم الاول، مازال ان شاء الله مازال نشوفوا افلام اكادير مدينه الثقافات، مدينه اللي يعني جميع المهرجانات اللي تنشوفوهم فيما تيكونوا ناجحين بحكم الناس اللي كيسهروا عليهم تيوقفوا عليها وقفه رجل، فكنتمنى التوفيق وكنتمنى ديما نشوف هذا المهرجان مستمر وناجح ان شاء الله. وانا لا غنهضر على الدوره 13 بحال انا نهضر شي ولدي ولا بنتي عندها 13 عام، لان واكبت هذا المهرجان بالدوره الاولى، المهرجان في الولاده ديالو وفي الفكره ديالو، وتقريبا حضرت 10 ولا 11 دوره، وكنت دائما كنلاحظ كاين هناك رغم الظروف صعيبه، رغم الظرفيه اللي كندوزو منها، رغم الازمات، الا انه كتلقاه واقف بقوه. وكنظن على انه هو المهرجان الوحيد الوطني والافريقي اللي كيجمع مغاربه المهجر ولا فنانو المهجر، كيتلاقاو مع فنانين ديال المغرب، وكذلك كيتلاقاو مع الجمهور ديال اكادير اللي كيتلقانا بكل حب، وديما كنتلاقاو بالابتسامه والترحاب، وهذا الشيء ماشي غريب على جمهور اكادير، لانه عاشق للفن وعاشق للفنانه المغاربه. اللي كنتمنى من السلطات على انها تزيد دعم هذا المهرجان، وعلاش لا تكون عندنا سينما كبيره في هذه المدينه لانها تستاهل. شكرا جزيلا.